نعم يا أخ. الاستعانة. أخذنا أن الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة مثل باب الدعاء على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله. أطلب من هذا الأخ أن يأتي ويعين بعض الطلاب في حمل الحقائب أو حمل الكتب، يصح؟ حي وحاضر وقادر واعتقد أنه سب، نعم. لكن الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، صرف لغير الله، شرك أكبر. ده الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، يعني على الله لا على غيره. نعم. إذا استعنت فاستعن بالله، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. بعد هذا استعانة، قل أعوذ يعني التجئ واعتصم. نعم. وقل أعوذ برب الناس. استغاثة. إذ تستغيثون ربكم. قلنا غرق في البحر واستغيث بإنسان حي حاضر قادر يعتقد أنه سبع على الشاطئ، يصح؟ يصح. لكن غرق ينادي الولي ونادي كذا، شرك أكبر. طيب الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات، وذبح لغير الله محبة وتعظيم، يذبح لأصحاب القبور، يذبح للجن، شرك أكبر. الثالث من الذبح ذبح جائز، يذبح الأخ لماذا؟ قال حتى آكل أنا وأولادي، يصح؟ يصح. يذبح لأن لديه محل لبيع اللحوم، يصح؟ يصح. جاء فلان إلى بيته ثم ذهب وذبح وطبخ وقدم له الطعام، يصح؟ يصح. إذن الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقة، ذبح لغير الله محبة وتعظيم، الشرك أكبر، كالذبح للجن ولأصحاب القبور. الثالث من الذبح ذبح جائز، شاة اللحم والاتجار وإكرام الضيف. نعم. نعم. النذر. يأتي بإذن الله زيادة بيان لأحكام النذر في الشرح بإذن الله لأبواب كتاب التوحيد. نريد أن نعرف هنا أن هناك نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله في اللفظ كالحلف بغير الله، لكن في الحكم شرك أكبر. بدل أن يقول لله علي نذر يقول للولي علي نذر، فهذا شرك أكبر. والدليل قوله تعالى يوفون بالنذر. يوفون بالنذر، نعم. فتح الله عليك، اجلس. ماذا أخذنا؟ نعم يا أخي. أخذنا أن الدعاء دعاء مسألة، أخذنا أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين لك شيء من أنواع العبادة حتى تعلم أن العبادة حق لله. لو مرة واحدة في حياته ذبح لغير الله محبة وتعظيمة ذبابة، ها؟ ذبح الذبابة كذبح العجل؟ نعم، لا فرق، صح؟ هي نعم، كله شرك أكبر. لو مرة واحدة في حياته دعا غير الله دعاء عبادة، شرك أكبر. لذلك قال فمن صرف منها شيء، قلنا شيء يشمل القليل والكثير، لكن ذكرنا لكم ضابط أننا الآن لابد في تكفير المعين الرجوع إلى العلماء. كفر العلماء كفرنا، توقف العلماء توقفنا. نعم. ذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وعبادة. دعاء عبادة، دعاء العبادة
صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله، وهو دعاء بلسان الحال. الثاني دعاء مسألة، وهو دعاء بلسان المقال، ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه الله صرف لغير الله شرك أكبر، كطلب الولد من المخلوق، وفيما يقدر عليه المخلوق قلنا يصح بشروط أربعة: أن يكون حي خرج بهذا، ميت حاضر خرج بهذا، غائب قادر عاجز. سبب: ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. اجلس فتح الله عليك. هنا في السبب يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: قسم صحيح، والقسم الثاني شرك أكبر، والثالث شرك أصغر. الأول: إذا اعتقد ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا، فهذا الفعل صحيح، والله سبحانه وتعالى جعل لنا الأسباب إما شرعية أو حسية. مثال: لديه آلام في البطن، ذهب وأخذ دواء وشرب هذا الدواء، قال بسم الله اللهم اجعل في هذا شفاء، يصح سبب حسي أو شرعي؟ حسي. أو أخذ يقرأ على بطنه الفاتحة مثلا، يصح سبب شرعي، رقية شرعية؟ نعم. إذا اعتقد هذا واعتقد أن الدواء سبب، يصح؟ صح ولا إشكال. أو الرقية سبب، يصح ولا إشكال، سبب إما شرعي أو سبب حسي. طيب، هذا القسم الأول، قسم صحيح. القسم الثاني: إذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته وبيده جلب المنافع ودفع المضار، فهذا شرك أكبر. مثال: الآن يضع على المنزل رأس ثور، أعين الذئاب، حافر، نعل قديمة، إطارات السيارات، كف، خرقة سوداء، الحوت والسمك أو غراب أو كذا، أو بعض الأشياء، أو يكتب على باب المنزل مثلا: عين الحسود لا تسود. لماذا يا أخي تصنع هذا؟ ولماذا تضع هذه الأشياء على السيارة أو على البيت أو على الولد؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه أسباب لدفع العين، فهذا شرك أصغر الفعل. نعم. وإذا قال: لا، هذا رأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين، فهذا شرك أكبر ولا شك في هذا، لأنه اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. هذا الأمر واقع موجود: من يضع رأس الثور عن الذئاب والحافر والنعل القديمة وطارات السيارات وبعض الأشياء وبعض الكتابات، موجود. وبعد هذا يأتي البعض وقل: لا داعي لن ندرس التوحيد. إذن انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الأول صحيح، إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب، والله سبحانه وتعالى جعلنا الأسباب إما حسية كالدواء أو شرعية كالرقية، وإذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته شرك أكبر. اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب، هذا شرك أصغر. فتح الله عليك. بعد هذا ماذا أخذنا إخوانا؟ ماذا أخذنا؟ نعم، أنا أنت يأتيك السؤال إن شاء الله. شرط قبول العمل، شرط قبول العبادة، العمل الصالح، الإخلاص والاتباع. أجلس فتح الله عليك. نعم يا أخي. طيب، نعم. رأينا من الخشية
الخوف. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من أخشى وكمال سلطاني. خشية خوف لكن خوف خاص فتح الله عليك. نعم. أخذنا أقسام الخوف. أخذنا أقسام الخوف. إنه نقسم الخوف إلى ثلاثة أقسام. خوف عبادة وتعظيم وسر. صرف لغير الله شرك أكبر. خوف محرم. خوف محرم الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. خوف طبيعي. خوف طبيعي. أصبر. خوف الطبيعي جائز كالخوف من النار. اللصوص. قطاع الطريق. والسباع كالأسد. سؤال. تجيب إن شاء الله. ما حكم الخوف من الجن؟ نعم. فيه تفصيل. فتح الله عليك. هذا يستحق جائزة. نعم. يقول الخوف من الجن فيه تفصيل. نسأل هذا. تخاف من الجن؟ قال نعم. ماذا تصنع؟ قال أصنع. أقرأ آية الكرسي. أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا أنام وحدي. فهذا الخوف أدى إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فهذا خوف طبيعي. الدليل على هذا. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل. خاف أي خوف ما يمكن تشك في عقيدة موسى عليه الصلاة والسلام أبدا. انتبه. تمام. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هنا الخوف شرك أكبر. أي نعم. فتح الله عليه. يعطيك الجائزة إن شاء الله الشيخ. طيب. نعم يا أخي. لا أستطيع أنا. طيب نعم. قسمنا الذبح إلى ثلاث أقسام. لو قال لك قائل هناك من العلماء من يقسم الذبح إلى خمسة إلى ستة أقسام. نحن نريد إخواننا في هذا الشرح أن نمشي على ما جاء في مؤلفات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ونسير على هذه الطريقة في كل الشروحات. إذا انتهينا من كل شروحات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ننتقل إلى عالم آخر. لماذا؟ حتى يعني يسهل عليك العلم. لأن التعريفات والتقسيمات اللي يذكرها في كتاب التوحيد يذكرها في الواسطية، يذكرها في شرح البلوغ، يذكرها في شرح الزاد، وعلى هذا تسير صح؟ ويسهل عليك العلم. أما تأتي بتعريف من هنا وتعريف من هنا وتقول فلان قسم كذا وفلان تختلط عليك العلوم. من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه فيها حتى أصير أضل من توم الحكيم. إيه يا إخواننا لابد ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان قليلا. كان الواحد من السلف يأتي إلى عالم من علماء السلف ويلازم هذا العالم حتى يأخذ كل ما لديه، ثم بعد هذا ينتقل إلى عالم آخر. فتقسيم الذبح إما أن نقسم الذبح إلى قسمين، وإذا ما استطعت أن تفهم هذا التقسيم أترك هذا التقسيم وتقول أن الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ذبح لله هذه وظاهر عقيقة وصدقات. ذبح لغير الله محبة وتعظيما شرك أكبر كالذبح للجن وأصحاب القبور. وذبح جاهز شاة اللحم والتجارة كرام الضيف وغير هذا. نعم يا أخي. الله يفتح عليك. قلنا التوكل لابد فيه من ثلاثة أشياء. نعم من ثلاثة أشياء. صدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة للممنوعة. فتح الله عليك. غير هذا. نعم. ولا شرك بعبادة ربي أحدا. شرط قبول العباد الإخلاص ومتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا من المسلمين.
المسارعة في الخيرات وعدم القنوش رحمة الله. الله يفتح عليك. وقلنا أن ابن القيم حذر من هذا واستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. لأن البعض يسوي، قال أحفظ رسول ثلاثة اليوم، لا، غدا غدا بعد غدا بعد غدا حتى لا يحفظ. تضمن لي أن أبقى على غدا؟ لا. فبادر يا أخي. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبادر عليه الصلاة ولم يتوانى قط عليه الصلاة. عندما أنزل عليه وأنذر عشيرته الأقربين قام عليه الصلاة والسلام، كان جاد في هذا الأمر. فلا بد أن تكون جاد في هذا الأمر، تريد أن تكون على طريقة السلف وأنت غير جاد، ما يصلح هذا. أي نعم، فتح الله عليك. غير هذا، نعم يا أخي. في الآية من سورة الكهف فيها دليل لقاء مع الله عز وجل. آية فيها دليل على لقاء الله سبحانه وتعالى، فتح الله عليك. وغير هذا، نعم يا أخي. أخذنا مع فضيلة الشيخ أن نحكم إلى الفعل من الفعل وحكم الفاعل. نعم، أنه لا بد تفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، وأن هذا الباب باب خطير، إطلاق الأحكام على الأشخاص، وأنه هناك من يكفر بالجملة، أيوة، يبدع بالجملة ويفسق بالجملة، ما يمكن. هل يصنع العلماء هذا؟ لا. فنرجع إلى العلماء. الكافر كافر ولا أحد يشك فيه، لكن المسلم لا يمكن أن نخرج من دائرة الإسلام إلا بإقامة الحجة انتفاء الشبهة. ولا وقعنا فيما وقعت فيه، نسأل الله السلامة على الخوارج. وقلنا الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين وسط: خوارج يكفروا، نعم، ومرجئة لا يكفروا، وأهل السنة يتوسط، نعم، وخير الأمور الوسط. فتح الله عليك. نعم يا أخي. في الخوف والرجاء انقسم الناس إلى طرفين ووسط. فتح الله عليك. وقلنا أن السائر إلى الله لابد أن يجمع في سائر إلى الله بين الخوف والرجاء، ولا يغلب جانب على جانب فيهلك. فتح الله عليك. بعد هذا ماذا ذكر المؤلف؟ من يعرف؟ نعم يا أخي. ذكر النذر. ذكرنا النذر بعد النذر، درس جديد. لا يا رب. من سرع. نعم، ماذا ذكر؟ إخواننا، اسمع دقيقة. قال: فلما حضروه قالوا: ما تكلم أحد. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لماذا يقول له هذا الكلام قبل المرافقة؟ لماذا يقول صابرا ولا أعصي لك أمرا؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يبين له أنه يعرف آداب طالب العلم. صابرا، وبعض الناس ما يصبر. ولا أعصي لك أمرا، هذا فيما في المعروف صحيح. فلما حضره قالوا أنصتوا. سيأتي معنا في حديث جبريل عليه السلام، سأل وقاطع، لا، ما تكلم حتى انتهى النبي عليه الصلاة والسلام. فما أحد يتكلم إلا برفع الإصبع. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب، إن شاء الله تعالى نصلي العشاء، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى يعني نأخذ شيء من الأصل الثاني. نحن نريد أن نكون إن شاء الله يعني وسط، يعني لا إفراط ولا تفريط، ما نكثر عليكم. صدق والله هذا يعني تخفيف إن شاء الله. أجلس. لا، لو تدري
يعني أنتم يعني جاءكم علماء الشيخ سعد حفظه الله يعني يسرد سرد ما شاء الله، فإحنا نريد أن نهيئ الطلاب حتى إذا جاء العلماء يعني يعرفوا كيف يتعامل مع العلماء يكون السمع وكذا. نحن الآن فقط يعني هذه يعني مفاتيح كما يقال، يعني أنه ما يستطيع أن يبدأ في أول النهار بالأكل الدسم، لابد يعني أشياء يعني سندوتش وكذا تفتح الشباك، ولابد من مفاتيح للعلم. هذا اللي أذكره كله يعني لا شيء في العلم. كيف إخواننا لو جاء لكم مثلا أمثال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، إيش تصنعوا؟ إخواننا ترى نحن والله يعني ما عندنا شيء، فنريد أن نتعاون قدر المستطاع في المذاكرة، في الحفظ، في المدارسة، في كيفية التلقي، كيفية الطلب. يعني بعض الطلاب يقول أنا والله ما كنت أعرف شيء عن العلم. واحد قال لي مرة والله كأني ولدت اليوم ما عرفت شيء، أنا كنت أظن أني طالب علم فعرفت اليوم أني جاهل، جهل مركب. أي والله أين الناس، وين وصلوا وأنا باقي كنت ألعب ولا أسمع ولا أقرأ ولا أحفظ ولا أصنع ولا أصنع. وبعض الناس هو لديه ما شاء الله لديه قدرات، إيه لديه قدرات في العلم، لكن يريد أن يبقى قزم. في أحد المحسنين جزاه الله خير طبع لنا كتاب في الجزائر جزاه الله خير، وساعدنا في طباعة الكتاب. وعندما ذهبت للجزائر يعني التقى بي وكان بيني وبينه حديث، فأخذ يتكلم معي وقال والله أنا ما أستطيع أطلب العلم، وأنا أنفع الناس وأطبع الكتب وأنا أعمل في التجارة. وظن أني يعني أنا أقول له ما شاء جزاك الله خير، والله أنت محسن وأنت كذا. فقلت له سبحان الله أنت قسم وتحب أن تكون قسم. قال أنا؟ قلت نعم. ما الذي يمنعك من طلب العلم؟ تستطيع أن تسمع الدروس عبر الجوال في السيارة وأنت في العمل وأنت كذا. وهؤلاء يعني الطلاب اللي يطلبوا العلم تميزوا عنك بماذا؟ مثلهم مثلك صح؟ أي نعم. يقول لي رجعت إلى بيتي وأنا غضبان، فقال لزوجتي قال أنا قسم؟ قالت لا أنت بطل. قال الشيخ قال عني قسم. فأخذ يستمع للدرس ويدون ويختبر. جاءني في رمضان واتصل علي قال أنا موجود في الحرم أريدك موضوع مهم جدا. فجئت لي قال اسأل في الأصول الثلاثة وفي القواعد العامة. أنا بطل مو قسم. الآن اتصل بي قبل الدورة ماذا صنعت؟ قال الدروس المهمة اسأل. سألت أجاب. فإخواننا الذي يريد أن يكون قسم هذا يعني الأعمال موجودة. يقول أن الإمام مالك رحمه الله قال له والده رحمه الله قال أنت لا تصلح إلا لبيع الحمام. أثرت هذه الكلمة في من؟ في الإمام مالك رحمه الله، أصبح إمام. والده يقول له هذا الكلام من باب الحرص عليه. فنحن الآن عندما أقول لكم هذا الكلام باب الحرص والله. إخواننا يوم من الأيام، وتعلموا هذا، يوم من الأيام من يأتي يعلم الناس؟ أنتم. صدق يعني الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عندما كان يعلم الطلاب الشيخ بن باز والمشايخ رحمه الله الجميع كان يعلم أن هؤلاء يوم من الأيام، هذا ما هو علم غيب، إذا هؤلاء ما يكون علماء من يكون علماء إن شاء الله؟ فعلم هؤلاء وكان يعنف عليهم أحيانا لأنه يعرف أن يوم من الأيام هؤلاء قضاء وعلماء. فأنتم إخواننا إذا ما حفظتم على هذا الأمر أنتم يوم من الأيام تعلموا أولادي وأولاد الشيخ صح أم لا؟ فلا بد أن نهتم بكم، لأن الجيل الذي يأتي الآن من يعلمه؟
الآن إخواننا هؤلاء الأئمة تعبوا. نعم يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعب، خرج بعد علماء، محمد بن إبراهيم رحمه الله علم، ابن سعدي، الشيخ بن عثيمين، الشيخ رحمه الله، الجميع هؤلاء عرفوا وتعبوا وأخرجوا طلاب. فنحن اليوم لا بد أن نتعب، إذا ما تعبنا الجيل الذي بعد هذا الجيل يكون جيل فاشل، وإحنا ما نريد هذا، نريد أن يأتي جيل يعرف طريقة السلف، يعرف هذه الطريقة أنها طريقة حق ويعلم الناس ويبلي الناس، لأن تعرف اليوم من يتكلم على هذه الطريقة وكذا ولا يجد أحيانا من يرد عليه. فأخوانا الله الله بهذه الدعوة، هذه الدعوة وهذا الطريق، كل فرقة من الفرق تنتسب إلى إنسان غير معصوم، ونحن ننتسب إلى من؟ إلى النبي عليه وهو معصوم. هذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين لهم. فكيف تضيع هذه الدعوة وأنت تعرفها؟ كيف تضيع ولا تطلب ولا تحفظ ولا تراجع؟ ما يصلح هذا الكلام. الذي يصلح أن تكون في هذه الدورة كما أنت في أيام الاختبارات، فأيام الاختبارات حتى وأنت نائم تراجع وتوزع عليك أوراق الاختبار وتفصل أحيان من اللجنة صحيح، لو كنت على هذه الحال أنت طالب علم، أما غير هذا لا. فأخواننا اجتهدوا جزاكم الله خير، نحن يعني في كل درس ننبع على هذا، اللجنة يعني قررت بعد التشاور وكذا يعني أن تعطي كل من حفظ جوائز من باب التفوق، لكن من بدأ في حفظ كتاب التوحيد يأخذ الآن جائزة، ومن يعني يحفظ إن شاء الله يعني نريد أن تكون هذه الجوائز هي يعني الكتب المقررة ككتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد. فالذي بدأ في حفظ كتاب التوحيد هذا معناه أنه يستطيع أن يحضر معنا ويقرأ في الكتاب ويستفيد، فتتعاون أخواننا في الحفظ. أي حفظ، حفظ ركيك لا إشكال، تحفظ اليوم حفظ ركيك، لأن لو حفظت الأصول الثلاثة أي حفظ، لو سئلت مثلا عن دليل الذبح بإذن الله تستطيع أن تتذكر ولو دليل واحد، هذا اللي نريد، نريد اليوم أن يكون حفظ ركيك. بعد فترة إن شاء الله تراجع تحفظ وتجد من العلماء من يشرح لك أو تستمع إلى الأشرطة والدروس وتمشي بإذن الله في العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما أحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.